طيب بس الفرع الثاني بده لما البلوكه ترجع على الوضع الطبيعي. طيب شو كانت سرعتها لما كانت هون بالماكسيمم ديفليكشن؟ صفر. فتي 1 تي 1 تساوي 0. تي 2 بده اياها، هو بده ايش الفي منها؟ يعني نص في 60 في في 3 مثلا او في تربيع، بدي شو اسمي رموز. طيب ايش ضل عندي؟ ضل اليو 1 2 الشغل اللي بذله، يو 1 2 للفريكشن. الفريكشن عكس اتجاه الحركه دائما، يعني بده يضل سالب. شو بده يساوي؟ سالب النورمال بالهاي اللي هي كانت ال 508 والمسافه اللي مشاها برضه نفس المسافه، يعني الفريكشن ثابت اللي هو 588.6 ضرب 0.2 اللي طلعته ضرب 0.640. ايش طلع معي الفريكشن؟ 75. شغل الفريكشن سالب 75، دائما الفريكشن عكس اتجاه الحركه. وبضل اليو 1 2 الاستيك، يو 1 2 الاستيك هسه هو مع اتجاه الحركه، راح يدفعني الزنبرك مع اتجاه الحركه لليسار، معناته لازم يطلع موجب. تتأكد طلع موجب ولا لا؟ القانون سالب تكامل. الوضع الزنبرك، وضع الزنبرك كان بالماكسيمم ديفليكشن 0.16، وبعدين لما يدفع البلوكه راح يرجع للانيشال كومبريشن. طيب ليش مش راح يرجع للصفر مثلا؟ لا ليش يعني الزنبرك هذا مش راح يرجع للصفر، ليش بده يرجع لل 120؟ ليش؟ لانه في كيبل، في كيبل ماسكه، هذا الكيبل بخليه دائما بوضع كومبريشن مختاره 120 ملم. هذا بهذا السؤال. باسئله ثانيه يمكن فيش كيبل فبرجع للصفر، يعني وضع الراحه برجع، او وضع هو اللي بيعطيني اياه، فبرجع للانيشال كومبريشن الوضع اللي لما يدفع البلوكه 120 اللي هي 20000 اكس جي اكس. شو بده يساوي؟ طبعا حدود التكامل رح تخليه سالب، وفي سالب موجب، معناته انا احل 100% صح. تكامل 20000 اكس من 0.16 لا 0.12 بيطلع معي سالب 112، وفي سالب برا بيطلع 112. فانا بحكي له 0 ناقص 75.34 زائد 112 بساوي 30 في تربيع. في تربيع بتساوي 112 ناقص 57.34 تقسيم 30 بيطلع في تربيع 1.2، ففي بساوي جذر الجواب بتطلع معي 1.105 متر لكل سكن تربيع. هذا شرح اول اكزامبل للزنبركات، انا راح اشرح كل الزنبركات ان شاء الله، كل الاسئله المعروفه. هيو هذا حل السؤال كامل، ابسط من حل كتاب. حل كتاب عمل لي منحنيات وشبه منحرف وقوه انيشال وقوه فاينل، وخلال القانون اف اكس. طبعا اف اكس نفسها نص كي اكس تربيع، نفسها هي قوه الزنبرك. هاي يعني اف اكس نفسها نص كي اكس تربيع، او مش هاي، هي نص كي يعني المقصود يعني انه راح يكون نفس، راح يطلع لي نفس الجواب. بس رخت الكتاب بنصحش فيها اصلا، مش حال الا هذا المثال على هذا الموضوع، فكله بيصير على التكامل.